عقد في العاصمة الأوغندية كامبالا اليوم الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز وقد شارك في الاجتماع سعادة السفير جمال فارس الروعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك حيث يأتي الاجتماع استعدادا لعقد قمة حركة عدم الانحياز قمة كامبالا على مستوى القادة يومي التاسع عشر والعشرين من يناير الجاري وقد أكد المشاركون في الاجتماع على أهداف حركة عدم الانحياز ومبادئها الداعية إلى حفظ السلم وال الأمن الدوليين وتعزيز التعايش السلمي بين الأمم والشعوب والثقافات وإقامة العلاقات الدولية على أسس من الود واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية